ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت قصة حياة ماعز بالرجم، قتل مرجوما رضي الله عنه. انقسم الصحابة فيه إلى قسمين، من الصحابة من قال هلك ماعز أحاطت به خطيئته، ومن الصحابة من قال لا أصدق توبة من توبة ماعز. سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لأخيكم، فقالوا اللهم اغفر لماعز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه والله لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. كلنا نذنب، كلنا نغلط، كلنا نخطئ، لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. لكن السؤال، من أنت بعد الذنب؟ من أنت بعد الخطأ؟ هل أنت العبد الذي إذا أذنب رجع؟